طاب يومكم مشاهدينا، ونحن نصطحبكم في جولة سريعة بالصوت والصورة. أهلا بكم متابعي برنامج اليوم من على الحرة في هذه الفقرة التي نتابع فيها تفاصيل أحدث دراسة شيقة، قصص أفلام من بلاد العرب تروي فصولها على مسارح واشنطن في مهرجان الفيلم العربي. ميسون الموسوي من على اليوم على الحرة واشنطن. غزة وإسرائيل في مواجهة مفتوحة، والحرب هناك تفرض الآن وفق المراقبين قناعات جديدة على واشنطن. دعونا نتابع وإياكم التقرير التالي الذي أعدته لنا الزميلة ميسون الموسوي. فاجأت النجمة العالمية الشهيرة سيلين ديون الجمهور الصيني بإطلالتها المميزة وأدائها الرومانسي. بلاد الرافدين تنتخب. أهلا بكم في هذه التغطية الخاصة لانتخابات العراق 2014، تتابعوها عبر برنامج اليوم من على الحرة. ختام المشاهدين، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل ووافر التقدير. عناصر الأزمة السورية لا تزال قائمة بكل مرارتها، ومعها يستمر تدفق النازحين بحثا عن ملاذ آمن. المعلومات الجديدة والمثيرة بشأن فيتامين دي التي كشفت النقابة عنها دراسة أمريكية علمية حديثة. الزميلة ميسون الموسوي حضرت فعاليات المهرجان وعادت إلينا بالتقرير التالي لنتابع. سحر الشرق وهمومه أيضاً ركبت حصان الفن السابع لتتبارى على مسارح العاصمة الأمريكية واشنطن عبر النسخة الجديدة لمهرجان الفيلم العربي السنوي الذي تشارك فيه هذا العام باقة من الأفلام العربية المميزة. أنا عندي إيدز. أنا أحببته، أعتقد أنه كان فيلماً جيداً للغاية، وأعتقد أنه رسم دور المرأة بشكل رائع، وأنا سعيدة أنهم ربحوا. فيلم باب ممتاز وحلو جداً ورسمي على الوقت هلا بكل بلاد العرب وأمريكا كمان. المهرجان الذي حضره العديد من الجالية العربية والمهتمين بالثقافة العربية يعد مناسبة لتخاطب الثقافات من خلال أفلام تحكي قصص شعوب أخرى باختلاف شرطها الاجتماعي والثقافي والتاريخي، وتمنح عشاق السينما فرصة نادرة لمشاهدة أفلام مميزة والتعرف على نماذج وتجارب سينمائية ترسم صوراً وأحلاماً مغايرة للمألوف والمتعارف عليه في التركيبة الذهنية الغربية المعاصرة. كل شيء فيك يتجمد الا قلبك. فيلم رائع، بتمنى يكون كل الافلام تكون على هذا المستوى. كانت فرصة رائعة وأفلاما أروع من مناطق مختلفة تختلف عما هنا في أمريكا بما تحمله مجتمعات غير مطلع عليها هنا. هل هي الحاجة الماسة إلى رواية القصة التي يوجد من يرغب في الاستماع إليها ومشاهدتها من مصادرها الأصلية وبلغة أهلها ربما؟ وربما لأن السينما أحد الفنون التي طالما كسرت الحواجز وهدمت جدران الصمت لتبني جسورا بين الغرب والشرق، ظل مهرجان الفيلم العربي في واشنطن يتواصل عبر 17 عاما ليخلق سوقا للفيلم العربي في المهرجانات الدولية ومنها مهرجان واشنطن للفيلم العربي. قصة حب من الإمارات وأسماء من على ضفاف النيل تكشف النقابة عن معاناتها مع الإيدز، والأجداد يكتشف الحياة بعيون أحفادهم. قصص أفلام من بلاد العرب تروي فصولها على مسارح واشنطن في مهرجان الفيلم العربي. ميسون الموسوي من على اليوم على الحرة واشنطن. العاملون في مكاتب تزينها النباتات الخضراء هم الأكثر سعادة وإنتاجاً ورضا، وهو ما يفرض التساؤل المهم: كيف تفعل الطبيعة كل هذا السحر النفسي فينا؟ تشحن بطارية المخ والروح بطاقة إيجابية تنعكس على كل شيء من حولنا. عن كل هذا اللغط في واشنطن نشاهد تقرير ميسون الموسوي ونعود. أجواء المرح لا تفارق سيدة الدبلوماسية الأمريكية الأولى التي أتقنت العزف على أوتار السياسة الشائكة والمعقدة، مستثمرة كل تراكم خبراتها السياسية ومهاراتها للرقي بمكانة بلدها وللدفاع عما أسمته الإنسانية الكونية كالمساواة بين الجنسين وقضايا المرأة والإعلام الاجتماعي والتكنولوجيا والبيئة.
من مانديلا رمز الحرية والكفاح إلى الدب الروسي تذيب من تحته جليد العلاقات الثنائية إلى بلاد الربيع العربي وتحولاته الديمقراطية حتى الصين، ترسم سياسة بلادها بفرشاة فنان لتصوغها لوحة متفردة ستظل تحمل توقيعها عبر الزمن. تاريخ سياسي ودبلوماسي حافل لسيدة أمريكا السابقة التي أضحت واحدة من الأسماء القلائل التي لا يمكن أن تمر عليها مرور الكرام. ضحكة رنانة كانت علامة كلينتون الفارقة، تعطر فيها أجواء الأماكن وتتحرر بها من الرسميات وتزيح عنها هموم حياة السياسة وسياسة الحياة. تواضع وخفة ظل وقوة شخصية ومثابرة في العمل بلا ملل ولا كلل، والاهتمام بأدق التفاصيل صفات مازجت بها كلينتون بين الجد والهزل وأحيانا حتى الغزل لتغزل خيوط اللعبة بإتقان. 400 يوم قضتها ذات العقد الستيني وهي محلقة في الفضاء على متن الطائرة لتقطع فيها نحو 1,000,000 ميل توزعت على 112 بلدا خلال الأربع سنوات، وهو ما يعادل أكثر من ربع الزمن من عمرها الوظيفي الذي قضته وهي ممسكة بعرش الخارجية لتخلف وراءها إشادة واسعة من قادة العالم، تاركة بين ثنايا رفوف مكتبها قصة امرأة لا تشبه إلا سواها، مسكت خيوط اللعبة السياسية وأتقنت فن الإثارة. سلسلة من الوعكات الصحية ألمت بالسيدة الأولى والسناتورة وكبيرة الدبلوماسية السابقة، أثارت فيها الاستغراب من اختفاء المرأة الأكثر حضوراً وظهوراً والتي أمضت عقوداً تحت الأضواء يخشى أن تلقي بظلالها على مستقبلها السياسي. بن فرانكلين، we have many events. كلينتون التي أثبتت أكثر من مرة أنها قادرة على الخروج من أزماتها بقوة كبيرة، وقصة مونيكا إحدى شواهدها، والتي ينازع الديمقراطيون لتكون مرشحتهم للانتخابات القادمة لثقتهم بأنها حصان طروادة الذي سيفتح فوز أول سيدة في تاريخ أمريكا إن صدق عرفوا الساسة. يبدو أنها تنوي التحليق خارج سرب السياسة. تقول كلينتون أنها ترغب الآن في الاستمتاع بمتع الحياة البسيطة مثل القراءة ومشاهدة برامجها التلفزيونية المفضلة، مصرة أن الوقت قد حان للاستراحة. يتمنى محبو كلينتون أن تكون مجرد استراحة محارب.